مدرسة سوا هي مدرسة خاصة جدا، مدرسة مش بس لأنها بتعطي إجابة لاحتياجات طلاب مع احتياجات خاصة، ولكن هي خاصة بين نوعية الشغل اللي احنا بنعمله مع الطلاب. هي المدرسة الأولى في المجتمع العربي اللي بديت تعطي خدمات للطلاب المشخصين على طيف التوحد. ابتدأت سنة 1995، حاليا في لواء الشمال احنا مدرسة رسمية حكومية وحيدة في منطقة الشمال. مدرستنا بتستقبل طلاب من جيل 6 سنين، يعني صف الأول، لحد جيل 21. كديش فيها طلاب بالمدرسة وكديش فيه طاقم تدريسي؟ السنة احنا عنا في المدرسة 100 طالب، اللي هن موزعين تقريبا على 14 صف. طاقم تدريسي احنا بنقول طاقم تدريسي اللي هو بيشمل طاقم المدرسة علاجي تربوي، في عنا مساعدات تربويات، وطاقم اللي هو داعم زي الأخصائي النفسي، العمل الاجتماعي. كل هدول الأشخاص هن عبارة عن 80 شخص بيشتغل بالمدرسة. مدرستنا بتستقبل طلاب من كل المناطق المجاورة للناصرة، يعني عنا طلاب أكيد طبعا من الناصرة، عنا من المشهد، من الريني، كفر كنا، عيلبون، عبلين، أكتر شمالا كمان في عنا من طوبة الزنقرية طلاب. إحنا يعني بنستقبل طلاب من تقريبا 33 مجلس محلي. على أي أساس بتم تحويل الطلاب لهذه المدرسة؟ عشان الطالب يدخل على المدرسة عندنا ويتسجل لازم يكون طالب بالأساس مشخص على طيف التوحد. هدول الطلاب بيبدوا يتعلموا بالبساتين العلاجية من جيل 3 لـ6 سنين. بجيل 6 سنين هن عمليا بينتقلوا لمرحلة المدرسية، من البستان إلى المرحلة المدرسية اللي هي صف أول. من هناك إحنا بنبدأ نستقبلهن. ممكن كمان نستقبل طلاب اللي هن كانوا يتعلموا في مدرسة عادية مدمجين، ولكن ما نجحوا في مسارهن هناك، فهن بنضموا لمدرسة ممكن بعد جيل صف الأول. شو بخلي المدرسة مميزة عن غيرها؟ أنا شهادتي مجروحة بمدرستي أكيد. مدرستنا مميزة أول إشي بتخصصها. يعني اليوم عشان أنت تكون شخص مهني تشتغل مع طلاب اللي هن مع احتياجات خاصة لازم تكون متخصص في هذا المجال. وكل ما كانت الإجابة هالقد عينية على احتياجاتهن، كل ما كان تقدمهن هو أفضل وأسرع ويعني ملموس أكتر. فمدرستنا في إلها تخصص، في إلها أقدمية كتير كتير، 29 سنة إحنا بهذا المجال، فإحنا عنا تجربة كتير كبيرة. بميزها الحب والعطاء اللي موجود عند الطاقم، حبنا لشغلنا، إحنا بنحب الشغل، بنحب الطلاب، بنيجي كل يوم مبسوطين، استقبالنا لطلابنا هالقد إيجابي، والطاقات الإيجابية دائما بتدعم لقدام، فإحنا مدرسة كتير إيجابية. طبعا نشاطاتنا مميزة اللي هي منطلقة من رؤية انه المدرسة هي مجتمع مصغر، من خلاله احنا بنكشف الطلاب على مضامين، على فعاليات، على قيم، من خلال برامج لا منهجية مثل مسرحيات، عروض موسيقية، ايامات مكثفة، اسابيع مكثفة، رحلات خارج المدرسة حتى نكشف الطلاب اكثر واكثر على البيئة الخارجية. عندنا نشاطات اللي هي بتميز مدرستنا بشكل خاص، مثل الطلاب اللي بيطلعوا بشكل أسبوعي لسوق العمل حتى يتمرنوا على مهارات الشغل. عندنا طلاب اللي هن مشتركين في برامج العلاج عن طريق الكلاب. عندنا كتير برامج اللي بتميز مدرستنا بشكل خاص، وهدفها بالنهاية أنه نجاوب على احتياجات طلابنا حتى يكون كمان عامل لتدعيمهن ولتقدمهن. شو هم إنجازاتك كمديرة للمدرسة؟ إنجازاتي للمدرسة إنه أنا كل الوقت بفكر قديش نقدر نجدد بالمدرسة. يعني إحنا إذا منضلنا بمحلنا ولا مرة منجدد لا إلنا ولا الطلاب. بخلال 10 سنين إدارة اللي أنا كنت فيها بهاي المدرسة، نجحت إني أنقل المدرسة نقلة نوعية، إن كان بالتوجه التربوي، إن كان بكل قضية بناية الشراكة مع الأهل، إن كان بكل موضوع تقدم الطلاب للبقروت، وهذا شيء مش مفهوم ضمن إنه طلاب زي طلابنا يتقدموا لامتحانات البقروت. المدرسة تسوى في كتير علاجات تقدم للطلاب، علاج حركي حسي، علاج عاطفي، وعلاج طبيعي، وأيضا علاج بالتواصل. أنا معالجة بالتواصل، فالعلاج اللي بقدمه للطلاب هو بتعلق، في عنا طلاب اللي هني بيحكوا وطلاب اللي هني ما بيقدروا يحكوا. الطلاب اللي بيحكوا بشتغل معهن على تطوير القدرات والمهارات الاجتماعية، أما الطلاب اللي بيحكوش فبشتغل معهن على
أو بعطيهن أداء اللي يتواصلوا من خلالها اللي هو التواصل الداعم والبديل. كداش هذا العلاج بيساهم في تطور الطالب؟ العلاج هذا بيساهم كتير بتطور الطلاب. يعني الطالب اللي ما بيحكي من خلال التواصل الداعم والبديل هو فجأة بيقدر يتواصل معنا، يعبر عن طلباته، يعبر عن مشاعره، يشاركنا بالأمور اللي بمرقها. الطلاب اللي عندهم صعوبات في التواصل الاجتماعي طبعا العلاج بيساعد كتير كتير كتير، لأنه عندهم صعوبات بأنه يقدروا يفهموا مشاعر الآخر، يقدروا يقروا لغة الجسد تبعت الآخر، ويقدروا يفهموا نوايا الآخر. فبدي أنت مثال لولد اللي كان عندي ما يفهم النوايا، فطلع على الطيارة مع أبوه وبتخانق هو أخته من يقعد حد شباك الطيارة. فالأبو قال للولد روح جيب كولا، عم يوزعوا كولا ورا بالطيارة. فقال له لا أنت بدك إياني هقوم عشان أختي تقعد. الأبو أول ما وصل اتصل فيه تليفون يشكرني كيف ابنه قدر يقرأ النوايا تبعت الأب. هل كل طالب له خطة علاجية معينة منفردة؟ طبعا كل طالب له خطة علاجية منفردة اللي هي بتنبنى بحسب قدراته. بنعمل له فحص كل بداية سنة وبنبني الخطة العلاجية بناء على القدرات تبعته. مين بيقرر هذا الخطة العلاجية مناسبة له أو مش مناسبة؟ كل معالج هو بيبني الخطة العلاجية اللي بيشوفها مناسبة لهذا الطالب. شو بتلمس على أرض الواقع تغيرات عند الطالب؟ العلاجات بتنعمل بقلب المختبر، بقلب الغرفة العلاجية. بس كتير مهم إلنا كمدرسة إنه الطالب مش بس يطور قدراته بالغرفة العلاجية أو بالصف، وإنما كمان لما يطلع على المجتمع هو يستعمل هاي القدرات اللي اكتسبها. فإحنا بنشتغل كمان على إنه نطور هاي القدرات خارج الغرفة العلاجية. فكتير برامج بتنعمل إنه طلابنا بنطلع معهن لبرا. فعلى سبيل المثال في عنا مجموعة اللي بتطلع على قهوة، اللي بتقعد غاد نعلمهم كيف يتصرفوا بالقهوة، كيف يفوتوا، كيف يحكوا، كيف يبادروا، كيف يتواصلوا مع بعض لما هني موجودين بهذا المحل. منركز على جميع الجوانب التعليمية اللي بتكون كمان بالمدارس العادية زينا زيهن. بالمرحلة الإعدادية كتير تركيزنا بيكون على إنه نحضر الطلاب للبقروت زيهن زي الطلاب العاديين اللي بالمدارس العادية. بآخر حوالي 4 سنوات عنا الطلاب بتقدم بقروت اللغة الإنجليزية، والسنة كمان في عنا مجموعة طلاب اللي رح تقدم هذا البقروت، وللسنين الجاي رح يكون عنا مواضيع بقروت جديدة زي موضوع الرياضيات واللغة العربية. لوين حابين توصلوا مع الطلاب بالمدرسة؟ حابين نوصل مع الطلاب على إنه الطلاب يكونوا طلاب قادرين على الاستقلالية، على الاندماج بالمجتمع، على التعبير عن رأيهن، يوصلوا صوتهن في المجتمع طبعا، ويكونوا قادرين على إنه يكون بواجباتهن بشكل مستقل. شو التحديات اللي بتواجهوها على مدار السنة؟ تحديات كبيرة طبعا، منها إنه إحنا ننجح إنه نحقق الأهداف اللي إحنا بنبنيها بالخطة العلاجية الفردية لكل طالب، بالإضافة لهدف كتير مهم لإلنا اللي هو اندماج الطلاب بالمجتمع. العلاج هو بتمحور حول علاج عاطفي اللي بيحكي عن مشاعر الطلاب، بتحلن إنه هن يطلعوها في الغرفة العلاجية بما فيه من مشاعر إيجابية وحتى مشاعر سلبية. كداش بيساهم هذا العلاج في تطور الطالب؟ طبعا بيساهم بالذات للطلاب اللي هن موجودين على طيف التوحد، لانه مرات بيكون الاضطراب معين اللي هن مش مساعدهم انه يعبروا عن ذاتهم بشكل صحيح. فالغرفه العلاجيه اولا بتعرفهم على ذاتهم، على نقاط القوه ونقاط الضعف، وبتعطيهم ادراك حتى يعرفوا مين انا ومين هاي الشخصيه اللي بقدر فيها اطلع لهذا المجتمع بشكل سليم. هل كل طالب له خطه علاجيه معينه منفرده؟ طبعا كل طالب بتميز بخطة مناسبة له، إن كان خطة اللي هي مناسبة للوضع اللي هو موجود فيه، ممكن يعبر عن ذاته بالكلام، ممكن يعبر بالرسم، ممكن بالغناء، أو حتى ممكن بلوحات تواصل داعمة اللي ممكن فيها يعبر عن مشاعره، أحلامه، أمنياته، غضبه أو تقبله لنفسه أو للبيئة اللي هو موجود فيها. في خطط تعليمية اللي هي فردية لكل طالب، وفي خطط اللي هي على المستوى الصفي. الخطط الفردية بنشتغل فيها على الجانب الاجتماعي التواصلي، على الجانب السلوكي، الجانب الذهني، الاستقلالية. كمربي صف شو التحديات اللي انت بتواجهها على مدار السنة؟
واحدة من التحديات إنه مزبوط هني من ناحية جيل هني نفس الجيل، ولكن في كتير فروقات فردية، فأنت بدك تشتغل مع كل طالب حسب قدراته ومستوى. لوين حابين توصلوا مع الطلاب؟ قديش ممكن يكونوا مستقلين، يقدروا هني لحالهن يقوموا بواجباتهن، كمان من الناحية التعليمية قديش منقدر بعد أكتر نرفع من مستواهن وقدراتهن. في طلاب كانت تتواصل معنا على مستوى كلمة، صارت تقدر تتواصل معنا على عن طريق جملة. الأولاد اللي عندها صعوبة في الكلام صارت تقدر تتواصل عن طريق لوحات التواصل.